Bonjour mes amis, bienvenue dans votre site Bac Facile. Aujourd'hui, on va expliquer cours mécanique de point. Il y a un des cours de l'Jamiria qui a créé un problème pour les étudiants, qui est mécanique de point. Donc, dans ce cours, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, on va le faire en chapitres. On va essayer, Inch'Allah, dans chaque chapitre, de comprendre un axe. Et petit à petit, Inch'Allah, vous êtes à l'aise. هذا على هذا الموديل كله اللي نساديو ديكسبليكاسيون ديال هذا الدرس. اذا فوت الدرس ميكانيك دو بوان اون فا اكسبليكي رابيل ماتيماتيك. اذا رابيل ماتيماتيك ضروري في الاول تعرفوا على بعض القواعد اللي شفتوها في البكالوريا. سينو الى قلتو نسيتو هذه القواعد غادي يكون عندكم واحد الاشكال باش تفهموا الكور. Donc, à draper le mathématique, à déchauffer l'ensemble de deux vecteurs, multiplication à un vecteur V par un scalaire, produit vectoriel, bien sûr, coût de GNC, fois de repère, les YIJK. Il y a des matchs, repère fait deux axes, mais repère trois axes. Donc, après, on va voir cinématique du point matériel, changement de référentiel, dynamique du point matériel, théorème de la quantité de mouvement, théorème de l'énergie cinétique. Le N, Inch'Allah, est un grand rappel mathématique. C'est bien là, je te fais mon, je nous gagne, fin de chapitre 1. Et le N, Inch'Allah, est un chauffant. La base orthonormée directe. Quand on parle de la base orthonormée, il y a des choses qui sont dans la base. Chaque mouvement, il y a un référentiel, il y a un référentiel qui est différent. Mais quand on parle de le mouvement, il y a un point, il y a un repère qui est différent de le point. Il y a un mouvement proportionnel. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement, il y a un mouvement qui est différent de le في حركة بالنسبة لشي روبير آخر. لذلك ما نقدرش نهضروا على موفمون بلا ما نديفيني واحد روبير. بيان سيغ حنا روبير دون ليسباس كيكون فيه ثلاثة أبعاد اللي كنعتبروا على إكس إكغيك زد وبيان لي فيكتور إينيتير إي جي كا. إذا شنو هي أورتونورمي وشنو هي ديريكت؟ أورتونورمي مقسمة بجوج كلمات أورتوغونال ونورمي. أورتوغونال سيتادير هاد لي زاكس هادو متعامدة فيما بينو. إذا ما بين هادو هادا سون أورتوغونو هادا هادا سون أورتوغونو أوسي هادا هادا تا هو سون أورتوغونو. نورمي سيتادير أن إي إيكالا جي إيكالا كا سيتادير هاد لينيتير باش كنتمشاو هنا كيساوي هادو باش كنتمشاو هنا هادو باش كنتمشاو هنا إيكالا أن. مفهوم؟ يعني ميمكنش هنا نتمشى بواحد سنتيم واحد سنتيم واحد سنتيم وفي هاد البلاصة نتمشى بدو سنتيم دو سنتيم اكسيتيرا. سي بوي ديريكت. شنو هي ديريكت؟ هو ان الترتيب ديال اي جي كا خصهم يكونوا عكس عقارب الساعة. مثلا انا بديت باي حنا عارفين عقارب الساعة كيكونوا بهذا الشكل. إذا بديت بإي هنا خصني نتبعها بجي خصني نتبعها بكا. إذا بديت بإي هنايا خصني ندير جي هنا وندير كا هنا. إذا بديت بإي هنا خصني ندير جي هنا وكا هنا. يعني العكس ديال عقارب الساعة. لاحظوا إذا بهذا الشكل هذا وعقارب الساعة كيمشيو بهذا الشكل. من غالبا في معظم لي زيكزيرسيس كنخدمو في ديريكت. يعني هذا هو الأبجدية ديال الترتيب ديال إي جي. بون إذا هنا قبل ما نبدا غادي نشرحوا بعدا لاسوم دو دو فيكتور باش نتفكروا بعض الاشياء لانه لاحظوا معايا مزيان حيت ميكانيك دو بوان عابره بهذا الشيء ديال لي فيكتور ديال البروجيكسيون اكسيتيرا. دونك اذا ما فهمناش هذا الشيء ما نقدروش نزيدوا لقدام. لاسوم دو دو فيكتور اذا اون كونسيدير باغ اكزومبل اي مفهوم. اذا كتنتمي لهذا ليسباس هذا اللي ديفيني حنا بهذا المعلم هذا. اذا اون كونسيدير اي الفا اي بليس بيتا جي بليس غاما كا باغ اكزومبل. حنا شفنا هادشي في الباك مثلا. يا يعني اما كنقولو مثلا متجهة عندها مثلا احداثيات كنقولو مثلا احداثيات 2 3 او بيان كنكتبو اي ايغال 2 اي بليس 3 جي. دونك هاد لي كريتير هي هاد لي كريتير هادي مفهوم. هنا نقدر نقولو هنايا ان الفا بيتا غاما هما لي كومبوزون ديال هاد لي فيكتور اي او بيان لي كوردوني دو فيكتور اي مفهوم. نقدروا نقولوا هادو اوسي لي كور لي كوردوني او بيان لي كومبوزون دو فيكتور اي. بون ناخذ واحد ربي ناخذ واحد فيكتور اخر في حتى هو ايغال الفا بريم اي بليس بيتا بريم جي
plus gamma prime k. Il a pris la leçon d'IL I, I, V, U plus V, herbe la bêna, on a 4 alpha I plus beta G plus gamma k plus alpha prime I plus beta prime J plus gamma prime k. بالحساب كنلاحظوا انه يمكن لينا نديرو فاكتوريزاسيون بار اي نعملو على اي غادي تعطيني الفا بليس الفا بريم اي بيتا بليس بيتا بريم جي اي غاما بليس غاما بريم كا. اذا شنو هو الفائده ديال هادشي كلشي اللي كنشرحو كوم فوايي ايسي شنو هو الفائده ديالو انه بكل بساطه الى عندي واحد الفيكتور اي qui est par exemple 2i plus 3g moins 3k. On a un vecteur v, on a un moins i plus 2g plus k par exemple. Il a pris un ensemble d'lu plus v. Il suffit tout simplement d'ajouter les composants de chaque vecteur. Les coefficients de i, les coefficients de j, les coefficients de k. Il y a un problème de la chicoche, ou pas, je vais vous dire, juge, zéro, marquez, wahdi, marquez, wahdi, moins i, 3 plus 2, 5g, moins 3 plus 1, moins 2k. Donc, les coordonnées de w, c'est moins 1, 5, moins 2. C'est facile. علاش درت لكم هادشي بيان سور الاستاذ ملي كيشرح في لونفي ما كيكونش عنده الوقت باش يدير هاد لي ديتاي خصك تكون عارفهم يعني انه يقدر يكتب لك هكا ويكتب لك ديريكتومون ايغال وانت كتقول منين جاب ناقص واحد منين جاب خمسه وهنا الدور ديالنا حنا جينا باش نشرح لكم هاد التفاصيل اللي كتبان مهمله عند شي واحد اخر شوفوا مثلا كيفاش يمكن ليا نمثل واحد الفيكتور في واحد الروبير اي جي كا ناخذ على سبيل المثال واحد الفيكتور ناخذ باغ اكزومبل نقولوا مثلا ايغال 2i بلس j بلس 3k انا بغيت نشوف البريزونطاسيون ديال هذا الفيكتور هذا فهاد الروبير اذا تو سامبلومون كنبدا الخدمه بعدا في هذا نبدا الخدمه في هذا 2i بلس j ها i اخر كنزيد واحد اخر ها دو اي باغ اكزومبل جي هو هنا كناخذ واحد كنحاول رسم باراليل بحال هذا الشكل عرفتو دونك هاد النقطة اللي رسمت هنا ثم كنشوف اشنو عندي هنايا باغ اكزومبل عندي 3 كا اذا في هاد الحالة ان دو 3 صافي كندير كنطلع حتى لهنا كنحاول نرسم الموازي ديالها لهنا وهادي هي لو بوين اللي غادي يكون عندي باغ اكزومبل نسميوها ام وبالتالي الفيكتور دبليو في كيبدا لينا من او حتى لهاد البلاصه هادي لاحظوا كاين اللي غادي تخدعوا العين كتبان لي هاد النقطه كتنتمي غير لهاد ليسباس وهاد البلون عفوا وكاين اللي تبان لي هاد النقطه ما كايناش في وسط ديال الروبير ولكن هاد الدور ديال لي كوردوني هادو كيجيو باش يبينوا لينا البوزيسيون ديال هاد النقطه يعني نقدر نتخيلها انها جايه في الوسط وغادي بواحد ولا بجوج ولا واحد وطالعه بثلاثه وجايه في هاد البلاصه كما كتشوفوا الان نتمنى ان هذا الشيء بدا كيرجع لكم ونشوفوا الان ملتيبليكاسيون ان فيكتور في بار ان سكالر ننتقلوا ونشرحوا ملتيبليكاسيون ان فيكتور في بار ان سكالر شنو هو هذا سكالر تو سامبلومون نون ريال هو عدد عدد حقيقي اذا باغ اكزومبل الى عندي دبليو في ايغال الفا اي بليس بيتا J plus gamma k وبغيت انايا واحد العدد مضروب في ذاك الفيكتور باغ اكزومبل لامبدا دبليو في دونك لامبدا دبليو في شنو كتساوي كتساوي تو سامبلومون لامبدا فوا الفا اي بليس بيتا جي بليس غاما كا
بحيث لامدا سي ان نومبر ابورتي لا ار دونك كنديرو تو سامبلومون ديفلوبمون كنشرو كيعطيني لامدا الفا اي بلس لامدا بيتا جي بلس لامدا باردون لامدا غاما كا صافي اذا ميتال هنا عندي باغ اكزومبل دوبل في نقولو 3 اي بلس راسين 3 باغ اكزومبل جي موان 2 كا وبغيت انايا مثلا 2 ولا نقول باغ اكزومبل 3 سير 2 دوبل في إذا تو سامبلومون كنجد تكون لا كومبوزون كنضربو في 3 على 2 إذا 3 في 3 تسود على 2 غادي تعطيني تو سامبلومون تسود على 2 إي راسين 3 إلا غادي تعطيني 3 راسين 3 سير 2 جي موان 2 إذا كتسامبلي فكتبقى ليا موان 3 كا سي تو إذا هذا هو برودوي باغ سكالير ونقدرو نديرو تذكير آخر هو إلا عندي واحد الفيكتور مثلا الى عندي واحد الفيكتور دوبل في باغ اكزومبل نشرح لكم بالاعداد باش يجيكم ساهل 3 على 2 اي ونقولوا عندي مثلا واحد الفيكتور دوبل في بري كتساوي موان 2 اي بري نشوفوا هذا المثال المثال الاول هو ان دوبل في كيساوي 3 على 2 اي اذا هنايا كنرسموا هو اي هو الاول هذا هو الاول كنرسموا هو اي شحال عندي في المقام عندي جوج كنقسم على جوج شحال من كومبوزون غناخذ ثلاثة واحد جوج ثلاثة اذا بويست ثلاثة على جوج هو عدد حقيقي موجب اذا كناخذو في نفس المنحة دون لو ميم سونس لو ميم سونس صحيح ما كنقولوش لو ميم ديريكسيون راه هو اصلا لو ميم ديريكسيون واخا يكون لو سونس اوبوزي يعني في نفس المن في نفس المنحة إذا في الحالة 1 2 إذا هذه نقسم نأخذو هكا ونزيدو واحد طرونش لهاد الجهة إذا غادي يكون عندي باغ إكزومبل هكا غادي يكون عندي 3 على 2 إي هي هادي اللي هي أصلا دوبل في لاحظوا واش مفهوم إذا كان عندي هذا النومبر بوزيتيف إي إل في دونك ميم سونس إذا هذا بوزيتيف دونك دوبل في ii le même sens après نفس الشيء هنا كان ذا هو الاول كرسم اي بريم نرسمو مثلا ناخذو مثلا هكا اي بريم اذا حنا عارفين ان دوبل في كيساوي جوج المرات اي ولكن كاينه موان 2 اذا بويسك هو جوج المرات غادي نحسب مثلا هنا عندي وحده غادي نرسم هنا ثلاثه ولكن عندي هنا نومبر نيجاتيف دونك سونس اوبوزي بالحا يعني متعاكسة وبالتالي هذا يكون دوبل في بهذا الشكل هذا اذا هادو تذكير باش نعرفوا كيفاش كنستافدوا من متجهه مضروبه في عدد حقيقي نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان هذه الفقره هذه اذا لا سوم ديال جوج فيكتور كتعطيني متجهه ما كتعطينيش عدد كذلك متجهة مضروب في عدد حقيقي كتعطيني متجهة ما كتعطينيش عدد نشوفوا الآن برودوي سكالير برودوي سكالير هو برودوي تو سامبلومون دو دو فيكتور باغ اكزومبل غنبداو بمثال غناخدو باش نضيف نوتر عليها غناخدو الفا نقولو غناخدو اي كتساوي الفا اي بليس بيتا جي بليس غاما كا وناخذ واحد الفيكتور اخر في فوالا في كيساوي الفا بري اي بلس بيتا بي بري جي بلس غاما بري كا دونك برودوي سكالير هو كنقولو اي سكالير في ما كنقولوش اي فوا في هو مثلا الا كتشرح لشي واحد صاحبك ولا الاستاذ كيشرح لي يقول لك يقدر بزاف يقول لك اي فوا في ولكن الصحيح هو كنقولوا اي سكالير في اذا هو بحال جدار يعني كنشوفوا على عمليات الضرب ولكن حيت كاينه بين دو فيكتور كنديروا سكالير بيان سور ما كاينش قسمه ديال المتجهتين ما كاينش اي مقسومه على متجهه في ما كاينش متجهه ما كتكونش في المقام بون اذا حنا
برودوي سكالير كيعطينا نومب ريال، ما كيعطينيش منتجة، كيعطيني واحد العدد. إذا نضيفو نطريو عليها هنايا، غنكتب لي كومبوزون، لاحظوا معايا، ألفا إي، غنبدا شوية بعيد باش نشرح لكم هادشي. مزيان ديمونطراسيون باش تفهموا المسائل منين جات. إي سكالير في كتساوي ليا ألفا إي بليس بيتا جي بليس جاما كا سكالير ألفا بريم إي بليس بيتا بريم جي بليس جاما بريم كا. بون إذا كنديرو ديفلوبمون، لاحظوا ألفا ألفا، إذا لاحظوا معايا ألفا ألفا بريم إي إي، غادي نشرح لكم كلشي. يعني إي سكالير إي، نقدروا نقولوا إي أو سيجنال، حنا غنشرحو بشوية باش تفهموا. ثم ألفا 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 بريم، عفوا ألفا درنا هادي، إذا ألفا بيتا بريم جي بليس ألفا جاما بريم كا، أنسي دو سويت. نساليو النشر، خصنا نديرو تذكير. لاحظوا الى عندي منتجية و منتجية كتعطيني اي اس اثنان بلا سام، يعني اي اس اثنان بسام، هي اي اس اثنان بلا سام، وحنا عارفين انه خدامين في اوتونومي، دونك اي او كاري قالا ان صاي. و كنتذكرو جيدا ان اذا كان عندي دو فيكتور اورتوغونو متجهتان متعامدان برودوي سكالير ديالو كيساوي زيرو. لحقاش حنا الى جينا نديرو الرابيل، شنو هو برودوي سكالير في نهاية المطاف؟ الى عندي اي سكالير في، دونك كيساوي ليا لا نورم ديال اي فوا لا نورم ديال في، يعني المسافة، فوا كوسينيس الزاوية اللي بيناتهم، اللي هي اي باغدون اي في. اي بويس كوسينيس ديال بي سيغ دو إيكالا زيرو، دونك شاك برودوي سكالير دو فيكتور أورتوغونو إيكالا ميل. بون أي متجهتان متعامدتان في هاد الحالة برودوي سكالير ديالهم كيساوي زيرو، ماشي متجهة منعدمة. دونك في هاد الديفلوبمون اللي درنا يمكن لي نتخلص من بزاف المسائل. لاحظوا معايا بحال هنايا، وي هنايا وي ناقصني إي، بحال هنايا غنتخلصو من هادي، غنتخلصو حيت جي فوا اي كالا زيرو، غنتخلصو من هادي، غنتخلصو من هنا ومن هنا، وغادي تبقى ليا نعم هنايا باردون ناقصني واحد اي نمشط حتى هي هادي تمشي، وغادي تبقى ليا الفا الفا بريم اي او كالا كالا ان بليس بيتا بيتا بريم بليس غاما غاما بريم. وهنا كنديرو ان برودوي سكالير ديال دو فيكتور كيعطيني نوم غيال، وفي هاد الحالة يمكن لي نختصر الأمور. إلا عندي أنا إي مثلا دو تخوا أن، وعندي في لي كوردوني ديالها أن دو زيرو باغ إكزومبل، بغيت البرودوي سكالير ديال إي سكالير في، في هاد الحالة تو سامبلومون دو فوا أن دو غنقول إيكالا دو، تخوا فوا دو سيس، أن فوا زيرو زيرو، دونك إيكالا وي تو سامبلومون تخي فيت. با لا بين باش دير هاد ديمونطراسيون هادي، لانها معطية لكم نتوما خصكم تكونوا طالعين وفاهمين هاد المسائل كما كتشوفوا لها. دونك هادي هي برودوي سكالير الى استعملت لي كوردوني، وكاينة لا ميثود تريغونوميتريك هي اللي شرحت لكم ديال كوسينيس ديك الساعة. الان باش ما نكثرش عليكم غادي ننتقلوا ان شاء الله الى برودوي فيكتوريا نشرحوا، ومن ثم غادي نكونوا مستعدين بحول الله باش نبداو الدرس ديال الميكانيك ديال الطاقه.
ساهل ما فيه حتى شي حاجه صعيبه برودوي فيكتوريال سيت فواسي ايغال فيكتور ني با نون ريال اون برو باغ اكزومبل u alpha i plus beta j plus gamma k et aussi même exemple alpha prime plus beta prime plus gamma prime i j k. On prend par exemple ici i vectoriel v. Regarde, i vectoriel v, comme vous voyez ici. I vectoriel v égale alpha i beta j gamma k vectoriel alpha prime i beta prime j gamma prime k. Et donc, pour dire que c'est un chiffre déterminant, on va essayer de jouer en tête. Déterminant comme ça, quand on tombe les coordonnées de i, j, k, je fais le sixième. Les coordonnées de i, alpha, beta, gamma. Les coordonnées de v, alpha prime, beta prime, gamma prime. Donc, qui fait que je fais le déterminant, quand je tombe i, ma, déterminant d'IL. Donc, égale I, I, déterminant d'IL bêta, gamma prime, gamma, bêta prime. On va faire le احسن c'est pro I. Tout le monde, quand je dois faire le mot, quand je dois faire le déterminant d'IL bêta, bêta. Donc, moins, alpha, alpha prime, gamma, gamma prime, g. Puis, quand tu as plus, ou quand tu as plus, quand tu as plus, 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 ثم في هذه الحالة شنو غادي ديرو؟ غادي دير تو سامبلومون بيتا غاما بريم موان غاما بيتا بريم انسي دو سويت. دونك في هذه الحالة كنلقاو أن لي كوردوني لو برودوي فيكتوريال ديال إي مع في كيعطيني فيكتور لي عندها واحد الكوردوني جديد إي زائد واحد الكوردوني جديد جي زائد واحد الكوردوني جديد واش فهمت. اذا هادي سي تري فاسيل كيكو سوا لو نومبر دو فيكتور توجور هاد لابليكاسيون هي اللي كديرو هنا. بيان سير بارفوا بارفوا كديرو بحال روبير ديري سيتادير حنا عارفين في الروبير ديري مثلا الاي كتبع جي كتبع هكا اي جي كا اي جي كا العكس عقارب يعني عفوا الا كانت عقارب الساعه كتمشي هنا غادي نديرو اي جي كا اي جي كا عكس عقارب الساعه. في هذه الحاله برودوي فيكتوريال ديال اي مع جي ايكال كا جي فيكتوريال كا ايكال اي هادسي دو سويت صايي. ثم يمكن لنا نطبقوا هنا كيلكو بروبريتي واحد الخصائص اخرى باغ اكزومبل نفترض عندي دوبل في نقولوا فيكتوريال اي بليس في. اذا هنا بالحقي نشر ونقول دوبل في فيكتوريال اي بليس دوبل في فيكتوريال في. اذا صحيحه بالنسبه برودوي فيكتوريال بويس. اذا عندي في هذه الحاله نومبريال باغ اكزومبل عندي واحد العدد لابدا 3 4 5 وعندي هنايا اي سكالير باردون فيكتوريال في. في هذه الحاله ممكن نعطي لابدا الاي و في لا او بيان نخلي اي ما نساهاش ونعطي لابدا الفي بحال بحال. اذا هادو ان شاء الله هما
كيما شفتوا هما لي بروبريتي اللي شفنا ديال برودوي فيكتوريال برودوي سكالير ملتيبليكاسيو بار سكالير يعني باختصار كالكول فيكتوريال كله اللي كنتو شفتو في سير كي بو سيزيام والباك هذه هي لا ريزومي ديالو نتمنى انكم تكونوا فهمتم مزيان تسمعونا في الشابتر الثانيه دمتم او فيها الى اللقاء